شباب شلونكم عيني شو اخبار؟ طبعا اللي في حله انهزمت و... وراحت وانا سديت التصوير بعد. المهم هاي جيتي ما شاء الله جايبه كومه كامله يعني شباب، باقتها من فوق سطحها جابتها وجتي. شوف سيدي تطلع هاي طشارة، شوفوا هاي تكوك تكوك دي يروحن، واحد اثنين ثلاثة أربعة ذن دي طلعت. طبعا أنا ما يعني جاهدت، بس هذا هم خبط طير فصعد إن شاء مطير من طيور ويانا خرط بيهم. تعرفون أنتوا هذا نفس الموضوع مال تخريب. والله من فوق أهلها جابتها كومة كاملة وجتي. طيورنا انه طقيت لها شباب طلعتها. ان هذا خب طيارة صارت هوس يعني، انت طيارك ما عاد داير يردك بقى عذني طلع ذاك انه من ذاك الشريط. تالي ما تالي تطلع لطيور، لا هو يكمش طيار، لا هو يتونس، لا انا اتونس تشوف الطشار مال طيور. يلا بابا هاي الكومة كاملة ويا طيوري. هاي كلها مشطلة الطيور. طيار ما تقدر. والله رب. طلعت كومة كلها طلعت. هلا شوف اذا بقى شيء انا اخرط بيها في مالا. طلعت بلمة الكومة ذيك يا شباب، دي صارت ورا الطيور باعوا ذي طلعت. ها شوف الطشار مالته. هاي ذني هم هاي طلع شوفوا فاسس كل شيء ما يبقى طيور. هاي طلعت راحت يعني. هذا هاي الكومة انا خبطتها فوق سطحها، فوق اهلها، فوق اهلها خبطتها وجبتها فوق سطحي يعني، فوق سطحها خبطتها وطيور جابتها ونومتها هنا فوق سطحها. باقي مني مجنتين الله اخرط فيها بعد بس. انا قلت ما حتى الونسه تروح. والله قطع الشوف لطيور راحت وجتي وجابت لك كومه كامله وجتي. يجون ذولي على الحاضر يطيرون النوايل مالتهم دقدق على الداير يخربون كل شيء. اخرط بيها العظمة مش اسوي انا باقي بيها واحد اثنين. انزل الشباب يعني وين تشوفون بعد ورا هاي المنطقة صار مسوي زون. طبعا بعد يجوا كلش يعني بعيده قطعه الشوف تقريبا. انا شفتها اختفت نهائيا، ورا شوي شفتها هناك يعني ويا الكومه وحده تسحب اللخ فوق بيتها.
باقي شيء يعني صوري هذا اثنين ويانا ثلاثة والله ما ادري مشكلة احنا داير واحد هاش بس الداير ضربت الطيور وياه صار دخل طالنا وراح تطير كل خط السوق صارت كوم والله حتى واحد ما له هسه طير بعد هاي الشغله تعبونه موجود واحد اثنين ويانا يعني يمكن الله خلط وشوف طبعا ما عندي بعد طيور كلها طارت ما عندي فتن ولا ما اريد افتح من ذاك البرج هوسه تصير قبل يومين واحد معلق لي قايل لي من تجيك الطيور مالتك لا تخلط بيها على القرايه شو علق رايد اشوف ذول الدائره ما داري انا لو ماكو احد يبي طير براحتي الكوم اللي اجيبه فوق سطحي علق رايد والناس عليها حتى ما اريد صيد نمشي لو نسوي مقطع الفيديو اللي نصوره تذكرون الفحل اللي كوماشته ونشرت لكم المقطع مالته وقلت لكم هذا الفحل مال حمودي من يعرف حمودي هو هذا حمودي طلع والله شباب هو هذا نفسه هاي طيور اسرع داي جيراني بس خال اسم ابنه لين اتصل بي وقال لي الفحل مالي هذا طبعا انا هو اتصل بي ورا يومين كنت دازه يعني من قرايبي وانا اول تالي يعني ما انطيه يعني الحروب احنا عشان زيت الحي جهد طبعا شباب يمكن ان طلع طيرين من الكومة هي شوفوا شباب ذيش طلعت اربعة هذيش اربعة طيور هم كانت بطيورنا طلعت راحت الدب هسه داباو يمكن بقواح شفته هسه مشطل شوف هسه هذا واحد هم وياه هذا نطير هسه واحد هذا ويا طيور حياته بالصفحة مشطل حياته طلع يدق بعض هذا طلع يدق حياته هذا احنا اكيد ما بقى شيء انا هاي شيء من تي من يمه كل شيء ماكو هذا اللي مشطر حياته رجع خبط وطيوري تفعل بالطير والله يحط شباب هذا بي لازم يحط أما الضاربة ما تضرب يفتح تنوانة من أنا بعد عشر سنة يا واحد ما يتعب لنا طب ما قبل يعني ما يضل لي قموز منا ومنا قد قديمة شباب هاي الطيارة جلدة فرخ عمرها فدت تجوز 6 سنين 7 جلدة فرخ مالتها قديمة
صار مش كمان. هذا لد لحم ويانا مشطلات هاي الطيور ثلاثة بثلاثة شباب هيك شي مشطلة يعني. تعال يجي تعال يجي والله شباب بيها ثلاثة أربعة يمكن. يعني اللي تحطيه من هنا هاي زين هاي حلوه. اه شوف ايش قد بيها شباب يمكن اربعه بيها. هاي هاي فوق الطيور شطلات ما ادري شنو. شوف هذا اللي جاوبين شيء هذا اللي ما بيه. ذني ذني شوفوا شباب هذا الفحل هذا 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 شوفوا مشطل. هذا اللاخ مشطل شوفوا ذولتهن. هذا بابا هسه رجع خبط لادلع شوف ثلاثة مربع. هذا بعد مشطل ثلاثة بثلاثة اثنين باثنين مربع. هذا رجع خبطي والله يحطن شباب. هذا واحد هذا ثاني بقى واحد بالطيور الصور الصور بقى واحد بالطيور. شوف ذا انه ياكل طلع عن قبل هيك هن طبعا طلع عن هيك هن اهلهن هيك هيك اهلهن هن راحن هيك. شوف اذا سمنا كيف ترن ويروحن بس انعكس يعني والله ذني يحطن لو شويه ملزم من داير يحطن. هسه بقى هذا الادلع ويانا طلع وياه نوك شي انا كل شي ماكو. بقى بس الادلع شباب بس الادلع بقى الطيارة طارت وين راح الطيارة طارت ما عليها شيء. هذا الادلع هسه صار ويا طيورنا
هذا المقطع طبعا هم راح يتأخر شباب لأن صار 16 دقيقة تقريبا. شوف خرط صور طلع يعني الأزلاء تعالي نحطهم بعد هاي هي هذا يعني هذا بالحافظ أكيد راح تقلب لي غاد وتخرب الوضع ذاك ثاني اثنين لو يحطون ذاني جواهن طيب هذا شي حتى طبعا هذا طبعا الفحل ما التهمه يعني أكثر من طير يعني شباب جينا حطنا براحة بعد عوفن عندي يدقون علي شوف ذاك طلع واحد منهم هذا طلع هو مالته يعني مو من الغربة نصبقا يعني اللي هم يروح عن يخبطون يا مرتلة شباب هاي الفقرة مال الحمر كل راح ألغيها لأن سالفة يعني تغث يلا شباب هذا المقطع راح اسد عيني وسوي لكم مقطع ثاني ان شاء الله على الحطة تنسوا الاشتراك بالقناة لايكات الامور هاي تحياتي لكم شباب